السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم أحبتي، لقاء جديد مع Angry Birds Epic RPG. اليوم راح نلعب بارتو منها، فنبدأ على بركة الله. هذا نفذنا صار نلعب بالليفل 3. نفر اللوت حتى ناخذ جائزتنا. بعده نروح مرحلة بعدها قتل. جاب هنا الخنزير كبير، نزيد جبل شوي يقاوم بس ان شاء الله حيضل. طيرنا نص تقريبا، وهستخدم الفلفل ضربته قوية. استخدم الفلفل معاي حتى لو ضربته شوية شنجي. لا نروح المرحلة اللي بعدها. الصخرة هاي دوسوها حتى تاخذون توفي. خلصت، نروح المرحلة اللي بعدها. السيف احمر شايفينه، انطاني السيف يطلع لك حديدة مثل حديدة كبيرة، وهاي تاخذها وينطيك السيف الأحمر يصير مع الطير. أروح على الرئيس دائما، شايفين حتى الرئيس ينقص منهم كلهم مو بس واحد. أروح يعني تقريبا انتهى وما وإذا خلصنا ناخذ التروفيز فاضل.
شل ده وتشرب القلعة شايفين، راح اروح نلعب هاي المرحلة اللي قدام احنا، وبعدها راح ندش عليهم بالقلعة. يعني هو خلي قليل ما أكلهم بدون شذ، ما أحتاج الفلفل. هذا آخر واحد، خذ الفوائد. الآن نرجع المراحل، ماجيك كلارون، اوكي اقول له اوكي، دوس على الصح. هذا بروبورشن احنا نسميه، يعني الطير دا ينقص الدم ماله، هذا يزيد لك الدم ماله شايفينه. ارجع مراحل، من يقص طير يريد يموت تاخذ جرعة من الشطائر. الآن راح ندش القلعة، ما بقى قدامنا إلا القلعة. أقول له بتل، وهو المقاتلة بالقلعة شايفينها فوق، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وآخر شيء يعطيني الصندوق. راح ألعب، اتصلنا على واحد مرحلة ثانية. شايفين الخطر، راحت واحدة منهم، بقوا أربعة والصندوق. أنا دايما ألعب على الرئيس، احتاج جرعة. شايفين زاد دمي رجع، راح استخدم الان جسمه الفلفل. نستطيع ان نفوز عليهم، الآن خنزير كبير
طيرنا نصها تقريبا، أبغى شيء ولا نحتاج بوشن فورا. الطير ما لا تزيد دمه، شايفين شلون زاد دمه؟ مات جيد، بقالنا مرحلتين نوصل للصندوق على المراحل، وعندي فلفل أستخدم الفلفل. الآن اتصلنا وصلنا ليفل 4، باقي لنا مرحلة واحدة داخل القصر. هذا خنزير أنيق شوية، صورة سحر كبروا شوية. زدت الدم مالي، راح نموت طيارين. شلون نشوف الجيران؟ لازم نشتري بعشرة ما يخالف. اشتريت بعشرة، هذا راح يموت طير مالي. خلي جرعة ثانية بعشرة، ما عندي اللي يشتري، راح أكمل. الآن عندي الفلفل كامل راح استخدمه، انقتل واحد من الطيورين. الثاني راح يموت هم، وما استطاع ان نقتل الوحش هذا. ريفيل بيرتوفي رمضاني بلاش،
ما أعتقد نحتاجه. الفلفل هذا هو كملناه. ليفل اب انفرها مرة ثانية الدورة يمكن ما سمحت تشيل. الآن وصلنا للصندوق. خلينا نشوف الصندوق بس شنو فيه. اعطانا صندوق لازم في مطاردة خنازير. هم جاي حمام بيض هم شايفين. راح احول الى منطقة ثانية. ليفل اب بيرت باور زادت 21 قوتنا. هيلث اند اتاك اول بيرت انكريز. والشفاء ايضا زادوا المقدرة الهجومية. كونجراتيوليشن يور ريسك ذا فيرست بيرت ايج يور ريورز 100 سنوثينج. طيب انطاني 100 سنوثينج هي هاي خلاص مدورة لاني انقذت اول بيضة فانطاني 100 بس فضية مو ذهبية. نكتفي بهذا القدر حبايبي. القاكم مرة ثانية. هذا اخوكم ماجد في امان الله.